بخطه التنميه بشكل عام، وده بيحتاج الحقيقه الى تدريب. عدد احنا في 7 وزارات واخدين تدريب من عندنا في هذه العمليه. في نهايه الاسبوع يتم المؤتمر الكبير جدا. فطبعا في نتيجه هذا كان الدكتور صلاح موجود معانا مع الجولات ديت، ووصل الى ان في بعض المشاكل الموجوده تحتاج الى ان احنا نفكر فيها بشكل غير تقليدي، خصوصا معانا وزير ايضا غير تقليدي وايضا الناس المختلفه. فمثلا في عدم الثقه موجوده في داخل الوزارات بين الدكاتره، بيشعروا بعدم امان لان في ناس بتيجي بالقوه عاوزه تدخل او شخص، فاذا في شعور بعدم الامان. وفي الوقت نفسه الناس احنا اذا محتاجين الى قانون المسؤوليه الطبيه، وايضا عايزين تغليظ العقوبه في حال الاعتداء على نص الكفايه. ودي دول كانت الملاحظات. دي النقطه الثالثه انه هجر ومعانا السيد وزير الماليه، هل يمكن ان احنا نتيجه هي ضعيفه وفعلا يتصرفوا الى الخارج بشكل واسع؟ فدي احد المشاكل اللي وجدناها. طبعا في مشكله التامينات والاشياء دي كلها هنستمع من حضراتكم وهنشوف ايه. ده بشكل عام. والحقيقه يعني مش هتكلم في الموضوع نفسه باعتبار ان حضراتكم يعني هنسمع من حضراتكم طبعا رؤيتكم عشان نطلع في النهايه برؤيه جديده. الوقت اظن كلمه السيد وزير محمد معين.